بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي الطلبة، دارسي كورس Foundations Engineering 2، إن شاء الله بسرعة هنبتدي نستكمل تصميم الأيزوليتد فوتينج بس معرضة لريفرسبل مومنت أو لعزم متعاكس. إحنا في الجزء السابق اتكلمنا إزاي نطلع الدايمنشنز بتاعة القاعدة اللي كانت عادية أو إن كانت مسلحة، ولو كان سمك الخرسانة عادية أكبر من 20 سنتي أو بيساوي أو أقل من 20 سنتي. النهاردة هناخد الخطوة بقى اللي إيه؟ التالتة. الخطوة التالتة اللي هي ازاي اطلع الاستريسز او اعمل تشيك على الاستريسز بتاعتي. لو كان عندي سمك الخرسانة العادية مالها اقل من 20 سنتي، فهو الاستريسز هنشيك على السويل بس، فهجيب سيجما واحد واثنين، سيجما واحد واثنين اللي هي الاستريسز الكبيرة والاستريسز الصغيرة. الاستريسز الكبيرة والصغيرة بتساوي ايه؟ البي ووركينج على LRC بقى الاكتشوال اللي انت اخترتها في البي ار سي في واحد زائد او ناقص 6 اي على LRC. طيب عايز اجيب الاستريسز بقى الالتيميت اللي هتيجي اصمم بيه الخطوات اللي جايه كلها، هقول له 1.5 في مين؟ في السيجما نت 1 و2، او لو انت عايز تشتغل تحط هنا البي التيميت مفيش مشكله وتطلع قيم الاف يو ان 1 والاف يو ان 2. السؤال الثاني بقى، لو كانت السمك الخرسانه العاديه مالها اكبر من 20 سم، فانا بعمل لو تلاحظ قلنا قبل كده ان احنا لازم نعمل تشيك على السويل وتشيك على الخرسانه، فبنجيب سيجما 1 و2 بي وركينج على ال بي سي ده اللي تحت الخرسانه العاديه في 1 زائد 6 اي على ال بتاعت البلين كونكريت، ودي لازم تكون اقل من مين؟ من الكيو نت الاول زي ما احنا عارفين وخدنا قبل كده. اما الاستريسز بقى اللي هو بين الخرسانه العاديه والخرسانه المسلحه، فهيبقى البي التيميت في مين؟ ال ار سي في مين؟ في البي ار سي في 1، طبعا دخلنا بقى في الار سي في مين؟ 1 زائد او ناقص، طبعا 1 في حاله الاف يو ان 1 و2 في الاف يو ان 2 اللي هي بالماينس في 6 اي على ال ار سي. خلي بالك التشيك بتاعك ان لازم الاستريسز هنا اهوت واحد يقول لي انت هنا يا دكتور قلت لنا اصغر من كيونت الاول وانا طالع لي قيمتين، قيمه بالبلس وقيمه بالايه بالماينس. اقول لك خلي بالك ان سيجما 1 هي اللي لازم تكون مالها اقل من الكيونت الاول اللي هي الكبيره. امال سيجما 2؟ طب ما سيجما 2 اقل من سيجما 1، ازاي تقول لي ان هي هتبقى اقل من كيونت الاول؟ طب ما هي هتبقى اقل كده كده من كيونت الاول. اقول لك لا، سيجما 2 التشيك بتاعك ان هي لازم تكون اكبر من الصفر، يعني تكون قيمه مالها موجبه، وده هيتحقق طالما انت خدت ال ار سي مالها اكبر من 6 اي زي ما قلنا قبل كده. طيب نفس الكلام بقى في الاف يو ان، هبتدي اجيب بي التيميت على دي الاستريسز اللي هو الالتيميت ستريسز تحت الخرسانه المسلحه اللي هصمم بيها، بي التيميت على ال ار سي في بي ار سي في 1 زائد او ناقص 6 اي على مين؟ على ار سي. يبقى جبت الاف يو ان 1 وجبت ال FUN 2. طيب السؤال بقى، طبعا الاستريسز هنا لاحظ ان هو ماله مش يونيفورم، يعني مش استريسز يونيفورم زي ما خدناه قبل كده. هل اقدر اجيب الاستريسز عند اي مسافه هنا؟ ازاي؟ لو بتشابه المثلثات ممكن عند اي مسافه اكس تقدر تطلع ال FUN هنا اهوت. FUN هنا بتساوي ايه؟ لو انت خدت اكس من الناحيه دي، يعني من ناحيه ال FUN الكبيره، ف FUN عند المسافه اكس بتساوي اف يو ان 1 اللي هي ديت، ما هي القيمه دي، فعباره عن مين؟ لو تلاحظ بص، هي عباره عن دي اللي هي الاف يو ان 1 ناقص الحته الصغيره دي اللي هتتجاب من تشابه المثلثات، فهي اف يو ان 1 ماينس اكس على ال، اهي اكس على ال في اف يو ان 1 ماينس اف يو ان 2. ليه بجيب المعادله ديت؟ ما هيجي لي معادله في الاخر اف يو ان عند اي مسافه اكس بتساوي رقم كده ناقص، فاهمني ازاي؟ رقم تاني كده مضروب في اكس، ما انت عارف ده وعارف ده وعارف ده. فلو اديتك اي مسافه اكس تقدر تطلع الاستريسز عندها، ودي اللي هنستفيد بيها في المرحله القادمه ان شاء الله. شكرا